أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية التي نوفيكم بها من قناة البلاد. لقي 5 مسافرين حتفهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور أليم في ولاية تيارت. الحادث وقع فجر اليوم الاثنين بمنطقة فيض الزجة بمدخل دائرة عين الذهب على الساعة 5:30 صباحا إثر انحراف حافلة مسافرين بعين الذهب التابعة لولاية تيارت. وتتراوح أعمار ضحايا الحادث بين 22 و50 سنة، كانوا قادمين من حسي مسعود ومتجهين إلى ولاية تيارت. تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت هذا اليوم على الساعة 5:33 صباحا على إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين مدبوع بانقلابها، والخط الرابط بين ولاية تيارت وحاسي مسعود على مستوى الطريق الوطني رقم 23 ببلدية ودائرة عين الذهب. تم تسجيل وفاة 5 أشخاص في عين المكان وجرح 12 آخرين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.